حاج سيد من الشرقية، اتفضل. السلام عليكم. اتفضل يا حاج سيد. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سامح؟ الله يكرمك يا حاج سيد. كل سنة وحضرتك قناة مصر الزراعية. وحضرتك بكل خير يا حاج سيد. حضرتك أتمنى من كل مسؤول في الدولة العلم يكون متجاوز في مسؤولية الزراعة، الواحد زي الفيش العادي كده لو في زراعة يكون المسؤولين ممكن يا حاج سيد تتحرك، بس اتحرك بالتليفون يا حاج سيد، اتحرك بالتليفون. كده ايوه تمام اتفضل. طبعا مشكلة الفلاح يعني احنا بنتكلم ما لناش قناة مصر الزراعية، هي المنبر الوحيد اللي احنا المفروض بنقول الكلمة بتاعتنا عن، او المفروض كل مسؤول في الدولة يعني يلبي المشكلة بتاعت الفلاح، هي مش في الزراعة ولكن تخص صحة الفلاح المصري اللي هو بيزرع. قانون التأمين الصحي الجديد، قانون التأمين الصحي الجديد ما بيفرقش النهارده ما بين فلاح وما بين أي مواطن آخر، يعني بقى في قانون تأمين صحي شامل للمواطنين كلهم. الأول حتى كان في حصر الأسماء المزارعين وبنربطها بالحيازة عشان الفلاح يستفيد وأسره، وكان في يعني حديث عن تعريف الفلاح. في النهاية القانون الجديد قال لك لا، احنا كلنا مصريين، قانون التأمين الصحي الجديد يشمل كل مواطن مصري، مفيش حاجة اسمها فلاح او عامل زراعي او مهندس او لا، ده قانون موحد لكل المصريين. وطبعا صحة الفلاح مهمة جدا، بس انا بوصيك ان انت كل فلاح تعرفه تكلمه على ان هو لما يجي يتعامل مع المبيدات يتعامل معاها بطريقة سليمة، مفيش يعني ما يلمس المبيدات بجسم بايديه، يعني يرش بطريقة سليمة، يكون ما يكونش واقف عكس اتجاه الريح عشان المبيد ما يرتدش ليه، لان هو الناس دي بتشتغل بصحتها فعلا في الصيف وفي الشتاء، الفلاح بيشقى. فانا عارف ان انت بتتابعنا وعارف ان كلامك بيبقى مسموع للمزارعين، فياريت انت دايما تساعد معانا وتوصل المعلومات الارشادية دي يا حاج سيد. مشكورك. مشكلة يا فندم. طب اتفضل. في مشكلة يا فندم لسه، في مشكلة هتكلم فيها. طب اتفضل. المشكلة انا بتكلم في الاستاذ كبير، ان حضرتك انا كلمت حضرتك يا سامح في الموضوع البلد عندنا، احنا عندنا مستشفى على بلد في المدينة ما فيش فيها دكتور، يعني من 45 سنة كان فيها اسعاف وفيها دكتور وتعمل لها احلال وتجميل، ما فيش فيها دكتور، الموظفين قاعدين، الموظفين قاعدين بس، يعني واحد مات ما بنعرفش نعمله في الاحتياط. الوحده، الوحده الصحيه دي، وحده صحيه؟ الوحده الصحيه بقى لها 50 سنه شغال. فين؟ في الشرقيه؟ في القصب الغرب تبع مركز سن وحاجه في الشرقيه. حاضر. مع الموضوع الثالث مياه الشرب، مياه الشرب ملوثه من الموضوع الثاني. بس انتوا عندكم دلوقتي شغال في سان الحجر في مشروع لتطوير محطة مياه الشرب يا حاج سيد. ماشي، بس مياه الشرب انت عندك مشروع دلوقتي علشان بص المنطقة دي بقالها كام سنة ولا حد بص ناحيتها ولا عمل لها مشاريع وفيها زيادة سكانية، النهاردة انت عندك محطة بتتنفذ وبتتطور عشان توصل المياه نظيفة، فاحنا في انتظار افتتاحها فقط. ما برضه من خلال قناة مصر الزراعية يا سامح بيه. أيوة. في عجز في الحقنة طويلة المسحول اللي بناخدها اللي هي بتاعت المرتزق بيها بقى حوالي ثلاث شهور، المفروض يعني في كبار السن وصغار السن عندنا ناس بيشيلوها بس مش لاقيين الحقنة دي. حقنة ايه بس؟ هو الصوت مش واضح، بس انا مصر ان انا اسمعك علشان محدش بيتكلم على الفلاح خالص يا حاج سيد. بقولك من قناة مصر الزراعية لوزارة الصحة في حج سيد، يا حج سيد الصوت مش واضح، رقمك عندنا الاعداد هيكلمك، ناخد المطالب بالظبط اللي انت عايزها دي بنوصلها لوكيل وزاره الصحه علشان نعرف هيعملوا فيها ايه ويساعدوا الناس ازاي. انت بتتكلم في وحده صحيه او اداره الوحده الصحيه ما فيهاش خدمات، بتتكلم على نقص في بعض الادويه، محتاجين ان احنا نعرف خطتهم ايه علشان يخدموا الناس دي. اذا كنا بنتكلم على تامين صحي من باب اولى ان انا عندي مكان فيه وحده صحيه اقدم خدمات للاهالي اللي موجودين. بشكرك يا حاج سيد.